البداية المناطق رح تكون من محافظة الشمال، تحديدا من قضاء الكورة، حيث وزعت بيانات تحث المواطنين على المطالبة بإجراءات الانتخابات البلدية. وهالتفاصيل رح نشوفها بتقرير لزميل بمحافظة الشمال عبد العزيز مطر. أميون كبرى البلدات بالكورة اللي بتضم 53 بلدة استفاق أبنائها على بيانات وزعت تحث المواطنين للضغط على المعنيين لإجراء الانتخابات البلدية بموعدها المقرر وضرورة تطبيق القوانين والترفع عن المحسوبيات ورفض التمديد للمجالس البلدية الحالية بكل المناطق الكورانية. تمديد هذا شيء معيب جدا، ليش ما نبدي؟ سبق سمعنا من شي جمعتين يمكن اللي عملته حركة التيار الوطني الحر، هاي شايفين عملوا انتخابات بين بعضهم وبعدة قرى في لبنان وكله الحمد لله بألف خير وبركة، لشو بدنا نأجل؟ أكيد نحن ضد التأجيل نهائيا. لا لا ما في تمديد، بدنا انتخابات، ليش تمديد؟ وبقية البلديات؟ بقية البلديات ما بنعرف شي عنها، نحن هلا نحن بنعرف عنا هون إنه بلديتنا منيحة وفيها شغل. أهالي الكرة بمختلف أطيافهم أجمعوا على أنه الاقتراع بالانتخابات البلدية حق لكل مواطن لما في مصلحة للوطن. ضروري تكون في انتخابات لأنه هالبلديات عم تشتغل والحمد لله، وكوني أني عم بعمل كتاب خاص عن أميون رح نعمل جري طويلة عريضة من أول رؤساء البلديات للتاريخ اليوم وإنجازات كل رئيس بلدية. انتخابات البلدية هي بتعكس رأي الشعب وتجديد البيعة للناس اللي بدها تمثلنا وتراعي مصالحنا بالضياع على الصعيد اليومي، فأكيد نحن مع الانتخابات البلدية ومع أنه أولاد الكورة ينقوا الأشخاص المناسبين اللي يمثلون ويتابعوا مصالحهم ومصالح عيالهم. التمديد للمجالس البلدية معيب جدا، يؤكد الكورانيون وعلى المسؤولين ألا يتذرعوا بالتأجيل لأي سبب كان. عودة إلى متابعة فقرة المناطق. أكثر شيء عجبني تجديد البيعة. بدنا نرحب بالضيف. يمكن وقت سجلها ببداية السنة اللاهوتية التأسية الكنسية، حتى إذا بتكملها للآخر في عنده يعني نهاية بطريقة حلوة كمان. أكيد. بدنا نرحب فيك أستاذ غسان كرم رئيس بلدية أميون معنا اليوم تنضوي أكثر على هذا التقرير اللي شفناه، المطالبة بإجراء الانتخابات البلدية. يعني شفنا الحكومة من يومين كانت أقرت الاعتمادات اللازمة، بعد عندكم خوف من عدم إجراء الانتخابات ولا لا؟ أول شيء صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا فيك للمشاهدين وبلا قناة الأو تي في اللي حقيقة هي كانت بالبداية بالتضوية على هذا الموضوع. لأن احنا الحقيقة عندنا تخوف، أكيد عندنا تخوف، مش نحن كرؤساء بلدية، الشعب اللبناني كله عايشين بلبنان بهذا الموضوع، آخر النهار نحن عايشين بهذا البلد اللي ممكن تنامي على شيء وتفيقي على شيء. والانتخابات البلدية هي شيء طبيعي مثل كل أي شغلة عم بتصير بالبلد يعني. اللي تصرفوا معالي وزير المالية امبارح هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي لأنه ما بيقدر يطلع وزير مالية ويقول إنه والله أنا ما عندي مصاري تنعمل انتخابات بلدية. بيصير المسؤولية عنده، بيحمل حاله المسؤولية. وبنفس الموضوع وزير الداخلية، ما بيقدر وزير الداخلية ما يدعي الهيئة الناخبة بالتواريخ اللي هي تواريخ قانونية اللي هلأ عنا شهر بعتقد لهذا الموضوع. كمان وزير الداخلية رح يقوم بواجباته ورح يبعت لوائح الشطب ورح يدعي الهيئة الناخبة ورح يحدد تاريخ الانتخابات، أكتر يعني رح يحدد التاريخ يوم الانتخابات بكل لبنان. هذا كمان شيء طبيعي، 2 أيار هذا شيء طبيعي. بس المنه طبيعي اللي منعرفه كلنا بلبنان أنه ممكن بكرة السياسيين يعملوا حساباتهم ويشوفوا انه خسرانين بهالمنطقة، لا هذا خسران بهالمنطقة، وبيشوفوا انه من الافضل نتوافق جميعا على التمديد. وللأسف انه بهذا البلد ما حدا توافق الا على التمديد. يعني بكل الامور مختلفين الا امور التمديد كلهم بالحقيقة بيلحقوا مش كلهم، في ناس ما في شك، ما بدنا نعمم، بس انه بشكل عام الاغلبية بيشتغلوا بهذا المنطق. لا نحن مع انتخابات بلدية. أنا شخصياً كرئيس بلدية اليوم ضد أي شيء بخص التمديد بكل مؤسسات الدولة اللبنانية.
المؤسسات إذا ما تجددت وتجدد الدم فيها وتجددوا الأشخاص فيها، هذا موضوع بيصير عبء على الناس. لا، نحن مع التجديد، نحن مع الانتخابات، ومع الانتخابات بوقتها، وضد التمديد أكيد مية. يعني أنت اليوم عم نحكي على صعيد وطني، إنما على صعيد محلي البلدية بالتعب. أكتر قاد هلا أنا ماشي، أنا في الساعة 5:30 تكون عندك 7. هذه هذه واحدة من الأسباب الحلوة اللي بتتعب، يعني اللي بتتعب زيادة، لأنه كمان ما عم تحصلوا على أموالكم. حقيقة حصلنا على جزء كتير بسيط من الأموال. لا، ما نعم نحصل على الأموال طبعنا، وأكتر من هيك ما نعم نقدر نعمل كنترول ونعرف كأنه هاي الأموال فعلاً بتحق لنا ولا بيحق لنا أكتر قصة منها. يعني إذا فليت ممكن تتلاحق كمان بعدين. لا، ما بتلاحق بإذن، ما بتلاحق بإذن. لا، ما عم نحكي بالنسبة للأموال، إنه استعملتون ما استعملتون، لأنه بيرجع بيطلعوا لهم شيء قرار جديد ما فيك تعرف. لا لا لا، نحن من حديت 2010 لتاريخ هلا انعطيت الحصة السلولر الهاتف، انعطيت الأموال للبلدية. استلمناها. هلا بتقلي هالمبلغ هو بحق لك؟ طيب انا شو فيني اعرف؟ كيف فيني اعرف؟ هيدا عم بقوله يعني. كيف ما يعني انا بتفل وراسك بعده عم بيبرم بالقانون. اكيد ما في شك، ما في شك، بس ما حتى البلديات ما عم تاخذ كامل حقوقها، يعني حتى الصندوق البلدي المستقل كمان مفروض يفسير بالرغم من كل المطالبات السياسية وتحديدا من التيار الوطني الحر. صحيح. يلي هي أبدا صحيح. ما عم بيلتزم بشيء. وأنا هون بدي، لا بالعكس، يعني أنا هون بدي ضوي على نقطة الأموال الهاتف. جددوا على فكرة، جددوا لهم بوزارة الهاتف 6 أشهر زيادة امبارح مضي الوزير حرب. كتير كتير منيح. لا، في المشروع اللي تقدموا فيه واللي انطرح بمجلس الوزراء واللي تقدموا فيه التيار، هو إنه كل 3 أشهر بيصير في حسابات وبتنبعت هيدي الأموال ديريكت للبلديات. للأسف نحن بدهم يخدمون على المالية، وبدهم يقسموا هونيك على زوقهم، وبدهم كل واحد يعطي اللي بده يعطيه. وهون المشكل. هاي أموال بلديات، هاي أموال لازم تجي دغري على البلديات. استاذ غسان، باردون يعني، بس هونيك باللي عم تقوله كتير واقعي وكتير مزبوط ولازم يصير، بس بوزارة المالية حاطين جرار كل جرة ما بروح لهون. أنا ما بروح عبد هيتك، أنت عم بتروح شوي لهون. لا، أبصرت بنومي. بس كنا عم نحكي عن قصة أموال البلديات، هو كان في اقتراح قانون ولكن سقط بفعل معارضة تيار المستقبل له بالمجلس النيابي، وذلك لتحرير أموال البلديات من الصندوق البلدي المستقل، مشان هيك تم الاستعادة عنه بهالمرسوم اللي عم تتفضل وتحكي عنه حضرتك. بآخر جلسة لمجلس الوزراء حصلوا وزراء التيار على وعود من وزير المال انه قريبا جدا رح يتم الافراج عن هالاموال. ان شاء الله. عم بقول لك نحن الاموال اللي اجت على البلديات، تنكون صريحين، لو ما طالبوا التيار الوطني الحر بشخص الوزراء والنواب الموجودين بالدولة، حقيقة نحن حتى هاي الأموال ما كنا حصلنا عليها، بغض النظر عن اختلافك السياسي أو قبولك السياسي بهذا التيار. هذا التيار بهذا الموضوع لعب دور كتير كبير، وكان هو سبب أساسي بحصول بلديات لبنان كلهم سوا. مش ما حصت بلدية بتخص التيار وبلدية بتخص كل البلديات بلبنان حصت على هذا. ونتمنى أنه بلبنان يكون العمل بهذا الشكل، يعني يكون نتيجة المطالبة ونتيجة العمل تكون هي نتيجة جماعية لكل الناس مش لفئة معينة. وإن شاء الله يعني متأملين، ما بنعرف قديش حنكون يعني لهيك منطق. في فئة كتير كبيرة من السياسيين عم ترفض جنرال عون رئيس لأنه بيناصف مع كل اللبنانيين، وهذا شيء ما بدهن مع الأسف. وعم نشوف يعني شو عم بيصير اليوم. هذه انا هلا انا عم بحكي، مش انت. انا ما عم بحملك شيء، لك انا عم بحكي وانا عم بعلق. لا، ما عندي مشكل يعني، انا اقول يعني. ما عندي مشكل انا يعني. اول شيء انا كرئيس بلدية مسيس. نعم. ما في انسان بلبنان منه مسيس، بيخلق من بطن امه مسيس. هذا موضوع مبتوت. نعم. يعني نحن كل رؤساء البلديات بيشتغلوا بالسياسي، وكل مواطن لبناني هو مواطن مسيس. إنما وقت اللي بتفوت على البلدية، أنا يوم خلصت الانتخابات واستلمت البلدية قلت خلصت الانتخابات،
بلشنا بالبلدية، هاي البلدية لكل الأميونيين، يعني ما بنفرق أبدا مين انتخب معك ومين انتخب ضدك. طبيعي. هذا الموضوع لازم في حقيقة يكون يعني يكون أساسي بالعمل الإنمائي بالبلدي، لأنه إذا بده يكون رئيس البلدية هو فقط أسير للناس اللي انتخبت معه، في مشكل كتير كبير، وهذا بيأثر على إنماء البلدي، لأنه ما كل الناس عندها إجماع كامل، ولا كل العالم بتجمع بلديتهم عليهم وبيقولوا هذا هو الشخص المناسب، إلا بكل بلدي بلبنان في ناس مع وفي ناس ضد، في ناس بتحبك وفي ناس ما بتحبك، في ناس بدها إياك في ناس بدها غيرك يعني. مشان هيك العمل السياسي بيكون خارج المبنى بعد الساعة 2، يعني بعطي رأيي بعد الدولة الرسمية بعد الساعة 2. بس عندي سؤال، في كتير بلديات اليوم بلشوا يحضروا أولادهم ليكونوا هن رؤساء بلديات، ليكونوا هن الوارثين. لا لا لا, إيه؟ لا 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 لا، هي ما في منها، ما في منها، لا أكيد ما في منها بالعمل البلدي. ما في من عندك؟ ما بس أنا عندي أمثلة كتير. ما بعتقد. أول شيء يعني أنا عندي بنت، الله يخلي لك، الله يخليك، يعني ما في فرق اليوم بين الشاب والبنت 100%. في فرق شيء؟ والصحة أبدا أبدا، والصحة زخطورة على هذا الموضوع. اثنين، هذا منطق بشع وهذا منطق مرفوض كليا. ما حدا بيقبل هذا المنطق، يعني نحن عم نحارب العملية الوراثية بالسياسي ككل، نجي على البلدية نقول هذا بده يعطي ابنه. بعدين خلينا نكون أكثر صريحين، بالبلديات ما حدا بيعطي حدا، بالبلديات الناس بتعطيه. صحيح. يعني كل مره بتعطي جوزه وغير. رئيس، بلشتوا تحضروا شوي للمرحله اللي رح تستلموا فيها مسؤوليه النفايات من بعد مرحله الترحيل، يعني بعدين بدها تصير هالمسؤوليه عند البلديات. ايمت؟ بعد سنه ونص تقريبا بحسب الخطه. اكيد، بس يكون بس تغير وزاره البيئه. بس تغير وزاره البيئه، خلينا نكون صريحين. نحن جاهزين كبلديات، ما حدا يحط المسؤولية على البلديات أبدا على الأطلاق. البلديات كلها جاهزة، وأكثر من هيك نحن بنحب نقلك، نحن بالكورة عبر اتحاد بلديات الكورة بشخص رئيسه الأستاذ كريم بوكريم، راسلنا وزارة البيئة عم نطلب منه شو الشروط البيئية تنقدر نعمل معمل لفرز النفايات. حتى هذا التاريخ ما عندنا شروط نهائيا، يعني اذا جيت عملت، اذا جيت ما ممكن عندها مهام كثير وزاره البيئه، اذا جيت انت عملت، يمكن يعني تبعتوا المكتوب لاكرم شهيب بفيدكم اكثر. اي ممكن. وللاسف يعني اذا هلا بتشوف يعني تصرفوا بظهور الشوير الوزير الياس بو صعب، جابوا محرقه حقهم. طيب اوكي، وبلشوا طلعت والله ما انا بيئي. طيب من الاساس، بدل ما انت ترفض هيدي وتقبل هيدي، بعض شروط، اعراف انت شو بدك بالاساس، انت شو بدك حقيقه. ما حدا بدهم الا ترحيل النفايات، لو بدنا نضحك على بعضنا ولا نروح ولا نجي. موضوع ترحيل النفايات هو موضوع الساعه مثل ما بيقولوا. ان شاء الله، بس في مثل بيقول الحق كذاب على بيته، خلينا نشوف شو رح يعملوا ان شاء الله. خليك معنا، رح نشوف نحن وياك كمان فيديو انتشر بالساعات الماضيه بشكل كثيف حول مواقع التواصل الاجتماعي، بفرجينا صورة لبنان البعيدة كليا عن موضوع الزبالة اللي عم نحكي فيه هلأ. بفتكر الفيديو تصور بمنطقة الشوف، مناظر رائعة خلابة، يعني هلأ رح نشوف نحن وياك تباعا منشوفها سوا، بس عن جد اللي بيشوف هيك واحة جمالية حرام لعب مش لبنان. خلينا نشوف سوا ونسمع الموسيقى الحلوة.
يعني من اجمل المناظر اللي عم نشوفها. اي استاذ غسان حقيقة دعان دعان هالمناظر حقيقه دعان يعني دعاننا دايما ما بنشوف لكن القلب اللي حط بالاخر يعني كانه من الناس هذا لبنان بالنهايه هذا اللي الناس بدي اللي الناس بدي اوكي يعني هذا اللي الناس طلبته قبل ما تغادر سؤال اخير من اجل الجمهوريه هالحمله اللي بلشت عندكم باختصار شديد مستمره حيام انا استغربت انه بلشت انطلقت من عنا يعني انا وصلوا لعنا على اميون وعم بيسالوني انه كاني انا مع الانتخابات ولا انا ضد الانتخابات وبلشوا يبرموا دور تو دور على كل الناس يسالون ويشجعوا عمليه الانتخابات ولا للتمديد سالوني قناه المنار على هذا الموضوع انا جاوبت انه يمكن لينقوا اميون اول شيء تينطلقوا بكل لبنان قلت لهم يمكن حسوا انه هي منطقه فيها حريه وفيها اكثر ديمقراطيه بانه الواحد بيعطي رايه وما في حدا بيملي على حدا شو بده فالناس حره فوق مثل ما شفتوا الناس شو حكيت وشو قالت يعني هيدي الناس عم بتطالب ب هودي في يعني في ناس منهم من اميون او حتى عم بيطالبوا بالانتخابات عم بيقولوا نحن كلنا بدنا الانتخابات بقى لا باكد لك انه نحن باميون وبكل لبنان نحن مع الانتخابات انا رئيس بلديه حالي عم بقول لك انا مع الانتخابات الانتخابات تجدد الانتخابات ضروره وحق وواجب الانتخابات واجب على الدولة تعمل الانتخابات وحق على للمواطن انه يعمل ياخذ الانتخابات فمشان هيك نحن بنتمنى انه تصير الانتخابات والناس هي اللي بتقرر يا بتجدد او بتنتخب الانسان الصالح اللي هو فعلا شافت انه اشتغل بمنطقته او للاسف دولة بتمدد نحن بدنا نشكرك استاذ غسان كرم رئيس بلدية اميون اهلا وسهلا فيك بصبحيتنا اليوم باجندا اليوم عبر الاو تي في نحن بنروح لفاصل وبعدها عناوين الصحف